مشاهدينا بنواصل وإياكم إلى المحافظات الجنوبية والمواسم بالفاكهة والخضار ومواسم الخير والزراعة في غزة دائما حاضرة بكل ما هو جديد ومبدع ومميز. بالتأكيد، وهذا الموسم المميز تحديدا لموسم القشطة هو مش منتشر في كل محافظات الوطن، يعني هناك مناطق معينة هي استوائية هي الفاكهة صحيح لنضوج هذا النوع من الفاكهة. إذن هذه النافذة من المحافظات الجنوبية تحمل التفاصيل الأكثر عن هذا الموسم. احنا حاليا في شهر 9، بيمتد من شهر 9 لشهر 11، يعني خلال الشهر هذا والشهر الجاي موسم القطار. طبعا تم زراعتها، بدأ في شهر فبراير زراعتها. وفاكهة القشطة يعني فاكهة مميزة جدا، كمياتها قليلة في قطاع غزة. بلش قطف، هو في موجود عندنا في المزرعة صنفين، في صنف اللي هو البلدية وفي صنف اللي هي الهندية، هذا صنف مهجن. صنف البلدية ببلش القطف من 15/9 من 10/9 في هذه الأنحاء إلى تقريبا 20/10 بخلص صنف البلدية، وببلش قطف صنف اللي هو الهندية النوع الثاني اللي هي بدون بذر، هذه أخف بذر من البلدية. طبعا الشجرة يعني بتبلش تنتج ويبين منتوجها بعد 5 سنين، بين منتوجها يعني الكامل والممتاز. لكن يعني هي بتبلش انتاج يعني بعد سنة ونص، يعني السنة الثانية ممكن تحمل، لكن الحمل بيكون برضو ضئيل جدا. يعني يعني هي شجرة فاكهة القشطة بتتميز انها بتحتاج للري الكثيف، لانها بتزرع باراضي هشة واراضي خفيفة رملية، هذا بيزيد في التكلفة. وفي عندنا مشكلة، مش مشكلة هي بدها خبرة، لانه في عملية التلقيح اللي بتصير في شجرة القشطة بتم تلقيح يدوي، بتم نقل حبوب اللقاح من الزهور الذكور الى الاناث بواسطة فرشاة صغيرة، وهذه طريقة صعبة جدا تستمر على عدة أيام، بس بالنهاية بتعطي أفضل النتائج الموجودة حاليا طرق الزراعة لها. فاكهة نادرة ومعروفة، يعني إنه هي مش موجودة في قطاع غزة، وتحتاج أجواء وطقس مناسب، إنه بتحتاج بيئة استوائية. وطبعا الزهور يعني هي عبارة عن زهرة، تحتاج إنه نلقحها زهرة زهرة بالفرشاية، بفرشاة الرسم. طبعا بناخذ من الميسم الذكري للميسم الانثوي على اساس انه هي تنتج حبه، وهذا الاشي طبعا صعب جدا وبيحتاج كميه وقت كبيره وبيحتاج جهود يعني وايدي عامله كبيره على اساس انه انت تحاول توفر المنتج للمستهلك في السوق وتوفر الكميه المطلوبه. طبعا وبتحتاج هي كميه ميه كبيره، يعني الري بتحتاج 6 ساعات تقريبا يوميا، وهذا إشي يعني في غزة يعني يكاد يكون معدوم، لأنه الكهرباء عنا تقريبا تجيش 6 ساعات. لها عدة فوائد، يعني أكدت عديد من الدراسات العربية والأجنبية أنه مفيدة لمحاربة أورام السرطانية ومنع حدوثها، مفيدة للبشرة، بتعمل على إفراز مادة الكولاجين الطبيعي في الجسم، مفيدة للأم والطفل، بتعمل على نمو الطفل من ناحية الشعر، من ناحية أعضاء الأخرى، مفيد لأمراض السكر، مفيد لأمراض الكبد والبنكرياس، بتحسن مستوى المزاج العام، بتعمل الحماية من يعني الجلطات.
الكميات ما بتكفي السوق المحلي، لأنها شجرة تعتبر ذات عائد اقتصادي كبير، بس ما بتكفي الإنتاج المحلي، وهذا بيؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق وبيعود بالفائدة على المزارعين. إحنا في غزة طريقة تسويقها صعب، لأنه فيش إقبال من الناس بشكل كبير عليها، مش معروفة الفاكهة وهي غالية، وسبب إنه تكون غالية يعني إنه هي بتكلف كتير، بتكلف المزارع يعني تكاليفها عالية بالنسبة للمزارع، طبعاً بتحتاج سماء، بتحتاج مية، بتحتاج أيدي عاملة، كل هذه الأمور يعني مكلفة للمزارع، يعني وطبعاً سعرها بتراوح فوق يعني $6. شجرة القشطة شجرة معمرة بتكثر زراعتها في الهند وأمريكا اللاتينية، تتواجد في مصر، في فلسطين، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية كميات، يعني هي بداية انتشار لها، يعني عائد الاقتصادي عالي جدا فيها بوازي التعب المبذول فيها، يعني وشجرة يعني بندعو كوزارة الزراعة لانتشارها لأنه بتأدي لعائد اقتصادي مرتفع جدا. هو الصنفين هذول يعني الصنف بيختلف عن صنف آخر، يعني كل واحد له ميزته، طبعا الأطعم كمان تختلف، البلدية طعمها يعني سكر، يعني بدك صراحة سكر معقود نقدر نحكي زي هيك من كثر ما هي حلوة، لكن فيها بذر بشكل كبير، يعني في بداخلها بذور كتير، وهذا إشي يعني ممكن نقول عنه عيب، لكن في ناس بتهواها بشكل كبير بترغبها. أما الهندية يعني هي يعني يكاد انه يعني يكاد انه نقول انه هي بدون بذر، لكن طعمها برضه حلو جدا طبعا، ممتازه ومرغوبه اكثر في السوق. والله انا طبعا بشجع المزارعين انهم يعني يزرعوا الفاكهه النادره في غزه، ونحاول نوفر المنتج النادر في السوق عندنا في غزه، في السوق الغزي تحديدا، على اساس حتى نقطع الفاكهه المستورده من الخارج، يعني وهذا إشي يعني خلينا نميز السوق الغزي.